حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من أبو ظبي الدكتور محمد بن هويدن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات. أهلا بك دكتور. هناك ثلاثة محاور أساسية بنيت عليها مسيرة الشيخ محمد بن زايد، ويمكن تلخيصها كما جاءت في تهنئة سمو الشيخ محمد بن راشد، وأيضا كلمات المبايعة التي أوردها الشيخ محمد بن راشد في تغريدته. هناك ثلاثة محاور. المحور الأول المحور الشخصي للشيخ محمد بن زايد، يتعلق بشخصيته، وهو الرئيس الثالث لدولة الإمارات، علاقته بالشعب منذ بداية مسيرته بالعمل العام. المحور الثاني مسيرة الشيخ محمد بن زايد التاريخية في خدمة الإمارات وشعب الإمارات عسكريا اقتصاديا وأيضا تنمويا. المحور الثالث نظرة الشيخ محمد بن زايد لمستقبل الدولة، وهي النظرة التأسيسية لمئوية دولة الإمارات العربية المتحدة. نبدأ بالمحور الأول، المحور الشخصي لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. الشيخ محمد بن زايد قريب من الشعب في مجالسهم، في أماكن عملهم، يذلل الصعاب لهم. ما الذي يمكن أن تضيفه في موضوع القرب النفسي بين رئيس الدولة والشعب الإماراتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نعزي أنفسنا ونعزي النهيان الكرام في رحيل شيخنا الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الشيخ خليفة هو جزء أصيل من المنظومة الإماراتية والخليجية والعربية ومن منظومة العطاء الإنساني، وبالتالي الإمارات اليوم حقيقة حزينة كل الحزن برحيل هذا الرجل العظيم، ولكن أيضا نحن عزائنا الكبير في ولي أمرنا الجديد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي درس وتتلمذ في مدرسة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعاون وعمل مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال فترته حكم صاحب السمو الشيخ خليفة رحمه الله. وهذه العلاقة المتميزة التي كانت ما بين الشيخ زايد بالشيخ خليفة والشيخ محمد، أن الاثنين بنوا علاقة شراكة قوية بين الجانبين، حقيقة بين الطرفين، أدت إلى إحداث مثل هذه النقلات النوعية في سياسة دولة الإمارات. وفي الجانب الشخصي حقيقة الشيخ محمد بن زايد، يعني الشيخ محمد بن زايد يتمتع بهذه الخصلة القيادية العظيمة اللي هو قربه وارتباطه بالإنسان بشكل كبير، بالجميع، قربه الإنسان ومعاملة الإنسان بأنه إنسان مهما كان، طفل، امرأة، رجل، شايب، مواطن، وافد، كل هذا لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى الإنسان لكونه إنسان. وبالتالي هذا الذي جعل حتى يعني علاقته وتواصله مع الناس أكثر قوة وأكثر ارتباطا وأكثر تمكينا مع الشيخ محمد. لذلك تجد هذا الشخص حقيقة محبوب كل الحب، يعني ذهب عنا شخص كبير محبوب وجانا شخص أيضا آخر كبير محبوب ما بين شعبه، والحمد لله على هذه النعمة. نعم، يضاف إلى هذا البعد الشخصي محور آخر، وهو المسيرة العطرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد في خدمة الإمارات في كل المفاصل التي عمل بها في العمل العام، عسكريا واقتصاديا وتنمويا أيضا. ما من شك، يعني هذه السمة الرئيسية لمعظم حقيقة، لو تكلمنا عنها في منطقة الخليج العربي، هذه سمة رئيسية نجدها في معظم أنظمة، كل أنظمة الخليج العربي حقيقة، لأن القادة عندنا يأتون مهيئين حقيقة ويتتلمدون على 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 يد قياداتهم، أبائهم وإخوانهم. والشيخ محمد حقيقة هو جزء من هذه المنظومة التي تتلمذ من خلالها على يد والده الشيخ زايد، ومن ثم تعاون مع عضيده الشيخ خليفة في 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 إدارة الدولة. والشيخ محمد حقيقة له دور كبير بعد أن تعثر الشيخ خليفة بصحته خلال فترة الزمنية الماضية، تولى هو هم إدارة الدولة. وإدارة كان في السابق إدارة الدولة تتم عن الشيخ خليفة بتعاونه مع الشيخ محمد، أما بعد أن ألم الألم بالشيخ خليفة تولى الشيخ محمد إدارة الأمور، أمور إمارة أبوظبي بشكل كبير، وكذلك إدارة شؤون الدولة لا سيما في مجال السياسة الخارجية. وهذا أعطاه حقيقة خبرة أكبر وأعطاه دراية أكبر. وإحنا في دولة الإمارات عندنا ميزة أخرى،
أيضا اللي هي ميزة النظام الفيدرالي، وبالتالي التعاون الذي حدث ما بين الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد خلق مثل هذه أيضا التوليفة الكبيرة لتبادل الخبرات وتبادل يعني الإدارات، وخلق نوع من الإنجازات الكبيرة نظرا لوجود مثل هذه التوليفة الجميلة في منظومة دولة الإمارات العربية. نعم، وبالنظر إلى ذلك هذا يقودنا للحديث عن النظرة المستقبلية للشيخ محمد بن زايد لمستقبل الدولة. انتهت في الإمارات 50 الأولى، وتم التأسيس أيضا وإطلاق استراتيجية جديدة للخمسين الثانية. النظرة التأسيسية لسمو الشيخ محمد بن زايد للمئوية الأولى لدولة الإمارات. هذا بكل تأكيد، يعني الإمارات اليوم تقوم على بعد استراتيجي و بناء الرؤى للمستقبل، ومؤخرا اعتمدت الإمارات كما هي عادتها حقيقة تعتمد منذ فترة طويلة، وضعت استراتيجية الخمسينية أو المبادئ العشرة للخمسين سنة القادمة، وهذه الاستراتيجية حقيقة يعني شملت جوانب داخلية وجوانب خارجية، وهي عبارة عن بلورة فكر قائم في الدولة الاتحادية، جزء كبير منه يمثل فكر الذي يؤمن به الشيخ محمد بن زايد، وبالتالي فإن هذا العمل هو تعبيرا وتجسيدا عن فكر هذا الشخص، وهذه المبادئ جسدت فكر لابد الاهتمام بالإنسان الإماراتي وتنمية حياة الإنسان الإماراتي من خلال تطوير الاقتصاد ومن خلال تحسين صورة الإمارات عالميا وتمكين القيم الدولة من تسامح وتعاون عالمي. كل مثل هذه الأمور، يعني هذه الأمور خلقت لدينا رؤية واضحة إلى أين الإمارات تذهب خلال 50 سنة القادمة، واليوم الشيخ محمد بن زايد يتولى هذه المهمة في إدارة وتنفيذ هذه الرؤية والاستراتيجية، وبالتالي هذا عمل حقيقة يكتب لدولة الإمارات ما كان يمكن أن يتم لولا أيضا الإشراف المباشر من الشيخ محمد بن زايد خلال الفترة السابقة على تحقيقه، وبالتالي الإمارات تصبو إلى المستقبل، أعتقد تصبو إلى المستقبل بكل ثقة وبرؤية نحو مستقبل أفضل وأنجح وأقوى في كل مجالات التنمية الداخلية والعلاقات الخارجية. نعم، شكرا جزيلا لك من أبوظبي الدكتور محمد بن هويدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات.